السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أرسل هذا الفيديو إلى الأخ مختار من جزاه الله ألف خير، وأسأل من الله العلي العظيم أن يساعدني وكل فاعلين الخير أن يساعدوني ويقفوا معايا. أنا كنت في اليمن، سويت 5 عمليات ولا نجحة ولا عملية، وبعدين قالوا لي يبتروها، والآن دخلت الهند وأحتاج إلى 4 عمليات، وأنا الآن متورطة لا يوجد لدي المبلغ. جزاكم الله مليون خير. سلام الله عليكم. كما شاهدتم بالفيديو الأخت مروة، وكما ستشاهدون بنهاية الفيديو، طبعا الأخت مروة سوت 5 عمليات باليمن وكانت كلها فاشلة. الأخت سافرت إلى الهند، الآن قرروا لها 4 عمليات، العمليات ما يقارب $35,000. البنت والله لا يعلم بحالها إلا الله عز وجل، يعني كما شرحت لي قصتها هي في معاناة، يعني وجع قلب وفي حيرة ولا يوجد لديهم فلوس، يعني البنت تتألم حتى على مستوى تعرف السفر، المصاريف، الأكل، الشرب، السكن، كل حاجة. طبعا أنا أوجه لأهل اليمن كله، يا أهل اليمن الفزعة، أختكم في الهند تعاني معاناة ليل مع النهار، والعملية حقها من الأربع تكلف ما يقارب $35,000. أنا أوجه رسالة إلى الشركات، إلى المؤسسات، إلى القادرين، إلى التجار، أن ينقذوا حياة هذه البنت. الله عز وجل يقول: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأتمنى من الناس كلهم يتواصلوا عبر رقمها سواء الواتساب أو الاتصال. جزاكم الله خير.